سلام مرحبا بكم فيديو جديد معكم بروف اس في تي. في هذا الفيديو غادي نشوفو ليكزام ريجيونال 2019 ديال كران كازابلانكا. ديجا كنا بدينا هاد ليكزام وخدمنا الجزء الاول منه اللي هو خاص بالميونيتي. هاد الجزء هذا غادي يكون خاص باللو سيستيم نيرفو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. Donc, on va exercice numéro 1, elle est stadienne en 4, pour montrer l'effet de l'alcool sur le système nerveux chez l'homme. Donc, pour nous تأثير ديال الكحول على الجهاز العصبي عند الانسان نو بريزونطون لي دوني سويفون. دونك غنعطيكم اولا كنقدموا لكم مجموعه من المعطيات عندكم ا اي بي. بالنسبه لأ كيقول لك اون بيرسون اون ايتا ديفيرس grande consommation d'alcool, يعني واحد الشخص اللي خدا الكحول بكميه كثيره. A eu un accident, donc وقعت ليه واحد الاكسيدون. Elle est atteinte d'une paralysie au niveau des deux pieds, وقع ليه واحد الشلل في رجليه. Après son transport à l'hôpital, بعد ما ديناه للهوبيتال, elle a subi des examens médicaux, donc درنا ليه واحد التحاليل اختبارات qui ont montré une grande concentration de l'alcool dans son sang, estimée à 0,90 g par litre. Donc شنو وقع؟ لقينا عنده واحد الكونسونطراسيون طالعه واحد التركيز طالع ديال الكحول اللي كتساوي 0,90 g par litre. Le tableau ci-dessous présente les comportements observés chez l'homme selon la concentration de l'alcool dans le sang en grammes par litre. Donc, دائما فاش كيعطيوكم الوحده ما تنساوهاش حتى نتوما تذكروها في الاجوبه ديالكم. Alors, عندكم هنايا ان تابلو كي ريبريزونت دو كولون اي 4 lignes. La colonne où la concentration de l'alcool dans le sang en grammes par litre, donc on a des concentrations, on a 4 ديال les concentrations allant de 0,20 jusqu'à 3 grammes par litre. Ou عندكم هنايا les comportements observés chez l'homme. بحال اللي كتقول مثلا الريزلتات ديال ارتفاع ديال هاد لا كونسونطراسيون. شنو عندنا هنايا sensation d'aisance في حاله ديال 0,20 غرام بار لتر. يعني كتكون عندنا sensation d'aisance مرتاح. في 0,60 غرام بار لتر عندنا ralentissement des réactions. يعني هنايا هاد السيد هذا ما بقاش كيقدر انه يتحكم في الحاله ديالو ولا ثقيل بزاف في التصرفات ديالو. 1 غرام بار لتر perte de l'équilibre moteur. يعني هنايا فقد التوازن ديالو الحركي بالضبط. يعني ما بقاش قادر على الحركه. ثم عندكم هنا في الاخر 3 غرام بار لتر كونسونطراسيون اللي هي طالعه بزاف واللي ادات الى دخول هذا الشخص هذا في كوما. عندكم هنايا جوج ديال الاسئله. السؤال الاول قال لك ا بارتير دو لاناليز دي دوني دو تابلو, انطلاقا من تحليل هاد المعطيات اللي عندكم في لو تابلو, montrer l'effet de la concentration de l'alcool sur le comportement de l'homme. Donc قال لك بين montrer شنو غتبين تاثير ديال هاد لا كونسونطراسيون. هاد لا كونسونطراسيون كيفاش دايره؟ كترتفع. دو لالكول سور لو كومبورتمون دو لوم, التاثير ديال هاد لا كونسونطراسيون على هاد لو كومبورتمون. يعني هنايا اول حاجه غادي نديروها هي نحللو بعدا هاد لو تابلو. في التحليل ديالنا لهاد لو تابلو كيف ما قلنا عندنا في الاول 0,20 غرام باغ ليتر الشخص اي سون بيان. من بعد 0,60 غرام لي رياكسيون ديالو سون غالونتي. من بعد 1 غرام باغ ليتر صافي بيرت دو ليكيليبر. ومن بعد في 3 دخل في كوما. دونك هنا شنو غنقولو؟ كنلاحظو بانه كترتفع, يعني كميه اولا لا كونسونطراسيون ديال الكول كترتفع. وكل ما ارتفعت كل ما هاد الشخص هذا كيفقد الحركيه ديالو وكيدخل في كوما. دونك هادشي اللي غادي نقولو, غادي نقولو لوغمونطاسيون ديال لا كونسونطراسيون دو الكول اونترين غالونتيسمون دي رياكسيون بيرت دو ليكيليبر موتور اي كوما. دونك ثلاثه ديال الحوايج اللي كيوقعوا لهاد الشخص هذا. هنايا كجواب غادي نكتبوا لوغمونطاسيون لا كونسونطراسيون د الكول اونترين كيما قلت ان غالونتيسمون دو سي رياكسيون بيرت دو ليكيليبر موتور اي لا بيرسون طومب كوما. السؤال الثاني قال لك اون سو بازون سور لي دوني بريسيدونت, يعني بالاعتماد على المعطيات السابقه, ايدونتيفي لا كوز كي امني سيت بيرسون ا فير سيت اكسيدون. قال لك لا كوز, عطيني السبب اللي خلى هاد الشخص هذا يوقع في كوما. كيف ما تتلاحظ في المعطيات, يعني خصنا نشوفو ونقلبو في المعطيات اللي عندنا هنايا. هنايا في المعطيات قالك إلا سوبي دي زيكزاما ميديكو. اشنو بينو لنا هاد لي زيكزاما؟ اون غروند كونسونطراسيون دو لالكول في لو سون ديالو اللي كتساوي لنا 0,90 غرام باغ ليتر. و الا جينا لو تابلو ديالنا هاد 0,90 تقريبا كتساوي لنا 1 غرام باغ ليتر. وفي حاله ديال 1 غرام باغ ليتر شنو كيأدي هادشي؟ كيأدي الى بيرت دو ليكيليبر موتور. اذا هاد الشخص هذا
Elle a perdu l'équilibre moteur, ce qui provoque la perte de l'équilibre et ainsi la capacité de conduire. Et les chars ne peuvent pas être en haut sur vous tellement au cas où un accident. Donc, il y a quelques réponses à donner. Cela est dû à la concentration augmentée de l'alcool, qui est de 0,90 g par litre, ce qui provoque la perte d'équilibre et la capacité de conduire. Il y a un essayé de ne pas être en haut sur le وبالتالي وقعت لي واحد لاكسيدون. السؤال الثالث قال لك هنا بروبوزي دو زيبوتيز، يعني غتقترح جوج ديال الفرضيات بور اكسبليكي لاتانت دو لا بيرسون بار لا باراليزي او نيفو دو سي بيي. دونك هنا قال لك اقترح ليا او اعطيني جوج ديال الاقتراحات. هنايا نعطيكم واحد لاستيوس، غالبا فاش تعطيكم واحد السؤال بحال هذا الشكل، السؤال اللي تيكون قبل منه غالبا تعطيكم فيه دوك الفرضيات، كيعطيكم بليزيوغ بروبوزيسيون باغ اكزومبل ولا plusieurs hypothèses qui connaissent شي وحدين منهم هما الاجوبه ديال السؤال اللي قبل. باغ اكزومبل هنايا الا جينا نشوفو عندك هنا دي زيكزام ميديكو دو راديولوجي اون مونتري كو لونسيفال اي سان، وثاني حاجه لا بريزونس دان بروبليم او نيفو دو لا كولون فيرتيبرال كوم لو مونتر لو دوكيمون 2. هادو حتى هما فرضيات نورمالمون اللي ممكن تستعملوهم في السؤال الثالث. مثلا هنا هاد الشخص هذا علاش وقع ليه واحد لا باراليزي اولا شلل في لي بيي ديالو؟ هما كاين جوج ديال الفرضيات، يا اما هاد الشخص وقع ليه مشكل او نيفو ديال لونسيفال، يعني لير موتريس اللي مسؤوله على الحركيه الاراديه ما بقاتش خدامه وقع فيها مشكل، اولا هاد الشخص وقع ليه مشكل او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال، يعني في العمود الفقري وبالتالي ما قدرش انه يتحرك. ايفيكتيفمون في بي هادو هما الفرضيات اللي ذكروا لكم. لونسيفال اي سان ما فيه حتى شي مشكل، يعني هنا الفرضيه ماشي صحيحه. ثم الثاني لا بريزونس دان بروبليم او نيفو دو لا كولون، يعني كاين واحد المشكل، كاينه شي حاجه او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال كوم لو مونتر دو دوكيمون 2. هذه فرضيه اللي غادي تكون صحيحه. دونك حنا الفرضيات اللي غادي نقولوا هنايا في السؤال الثالث، بوتيتر لونسيفال سي اندوماجي لور دو لاكسيدون، الا وقع فيه شي مشكل هذاك لونسيفال، اولا peut-être est dû à une cassure au niveau de la colonne vertébrale. يعني la colonne ديالو وقع فيها واحد الكاسور. هنايا في هاد بي كيبينوا لك بان الفرضيه الاولى اللي حنايا اقترحنا ماشي صحيحه، حيت كيقول لك لونسيفال اي سان، يعني دوك لي زيكزام ميديكو اللي داروا بينوا على اساس ان هاد لونسيفال ما وقع فيه حتى شي حاجه، المشكل فين كاين هو او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال. دونك ندوزو دابا لكيستيون 4. ا بارتير دي دوني دو دوكيمون 2 évoquant l'essence، يعني هنا غتستعمل المعلومات اللي عندك ديجا واللي عندك في لو كور ديالك، ونستعملو كذلك ليماج اللي عندنا هنا اولا دوكيمون 2. قالك اكسبليكي لا كوز دو لاتانت دو لا بيرسون بار اون باراليزي او نيفو دو سي بي، قالك عطيني السبب. حنا دابا كنعرفو بلي او نيفو دو لا كولون فيرتيبرال وقعت ليه لا كاسور، كيف ما تتشوفو هنا في دوكيمون 2 هذه هي لا كولون فيرتيبرال، وهنايا راه وقع ليه واحد الكاسور، يعني ما بقاوش مستقيمين وما بقاوش قد. هنايا غتستعمل لي كونيسونس ديالك. شنو هما لي كونيسونس؟ كنعرفو بان لا كولون فيرتيبرال الداخل ديالها تلقاو لا موال ايبينيير، وهاد لا موال ايبينيير الدور ديالها هي لا كوندكسيون دو ميساج نيرفو موتور، حيت هنايا كنهضروا على الحركيه دونك غادي يكون موتور. دونك الا وقع لنا مشكل او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال وقعت لنا واحد لا كاسور، اوتوماتيكمون غادي يوقع لنا مشكل او نيفو ديال لا مويل ايبينيير، وبالتالي هذاك لو ميساج نيرفو اللي كيدوز في الحاله العاديه ما غاديش يبقى دايز، حيت هذيك لا مويل ايبينيير حتى هي اي سي اندوماجي، اي سي اندوماجي. دونك لا ريبونس اللي غادي نقولو هنايا، لا باراليزي او نيفو دو لا كولون فيرتيبرال اونترين اون كوبور او نيفو دو لا مويل ايبينيير، يعني وقعت لينا واحد لا كوبور. سولا انجوندر لا نون ترانسميسيون دو لانفلو نيرفو موتور فيغ لي بيي، يعني هذاك لو ميساج نيرفو او لانفلو نيرفو موتور ما غاديش يمشي لنا فيغ لو بيي، وبالتالي ما غاديش يوقع لينا واحد الحركه. خامسا ديتيرميني دون لو شيما سي دوسو لي ستركتور انترفينون دون لا موتريسيتي فولونتير كي كوموند لي بيي شيز اون بيرسون سين. هنا دائما عليها تنقول في الدرس خاصك تكون عارف شنو هما لي زيليمون intervenant في لي زاكتيفيتي اللي عندهم علاقه بلو سيستيم نيرفو. اول واحد كيتدخل لينا هو لير موتريس، تما فين كتنشا عندنا الرساله العصبيه.
Après, غادي تدوز لينا في لا موال ايبينيير اللي هنا في هذا لو دوكيومون اي سي اوندوماجي. انسويت نمشي لينا في لي فيبر نيرفوز اللي هو عبارة عن كونديكتور نيرفو موتور باش يوصلوا في الاخير لو موسك اللي عبارة عن افكتور موتور هو اللي غيدير لينا الحركة. بالنسبة لينا هنايا هما لي بيي دونك لي موسك اللي كيتواجدوا في لي بيي هما اللي غادي يديروا لنا الحركة. دونك هنايا هذا سي لو تراجي بيان لي زيليمون ولا لا ستركتور انترفونون في لا موتريسيتي فولونت. فوالا وصلت للاخر ديال لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. اللي ما فهم شي حاجه يخلي لي ميساج في لي كومونتير غادي نحاول ان شاء الله نجاوبو. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو اخر.